زمان وانا صغير كنت بتفرج على برنامج مهم جدا كان اسمه عالم البحار، وكان بيقدمه الله يرحمه يا رب العالم العظيم الدكتور حامد جوهر. ومنه طبعا يعني اكتسبت مجموعة واسعة جدا من المعلومات عبر هذا البرنامج اللي كنت اشوفه برنامج شيق جدا ووجبة عظيمة من المعلومات حول البحار والأحياء البحرية وأنواع الأحياء اللي عايشة فيها وحاجات زي كده. وبعدين كنت أستغرب جدا إزاي بيتم التعامل مع مفترسات البحر زي القروش والحوت الفتاك اللي هو الأبيض في أسود ده، وده نوع من الحيتان مش من القروش على فكرة، وده برضو من المعلومات اللي اكتسبتها. المهم وإنه بيتعمل لهم ترقيم ومش عارف بيتعمل إيه في الزعنفة ومش عارف كان بتتعمل بقى الكاميرات، وكان وقتها لسه مش كاميرات بس بتعمل زي أجهزة تتبع حاجة زي GPS كان بيتعمل عشان يشوفوا حركة هذه الأحياء في المحيطات والبحار وبتهاجر إمتى وبتتناسل إمتى وبيحصل إيه وبتضع إمتى البيض بتاعها، يعني حدوتة كبيرة جداً. غير ان انا شخص بحب البحر جدا جدا. المهم وبعدين احنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت دي كثر الحديث ما بين من يفهم، والحمد لله عندنا الناس بتفهم كتير، وبين من لا ناقة له وجمل فقرر ان يفتي فيما لا يعلم حول مسألة القروش والسواحل المصرية ويا ترى ويا هل ترى. وللأسف أصبح ناس كتير بتدلي بدلويها في هذا الموضوع، هم بعيدين كل البعد عن هذا العلم لأنه علم حقيقي بيدرس في كبريات الأكاديميات والمعاهد البحثية اللي منها موجود في مصر واللي موجود في كل حتة في العالم. لقيت النهاردة خبر على زراعة أول كاميرا لقرش بالبحر الأحمر، أول كاميرا من عندنا إحنا كباحثين مصريين، مش إحنا اللي هو يوسف يعني، الباحثين المصريين عملوا ده. خلوني أفهم على هذا الموضوع أكتر من دكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الغردقة. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، مساء الخير يا فندم. مساء الفل. أنا أحب دايما أرجع للعلماء، ما احبش ارجع لكلام الناس اللي ملاش علاقه بالموضوع. الاول هو دي اول مره احنا يبقى نزرع زي ما يقولوا كاميرا في قرش في البحر الاحمر، ولا لينا تجربه سابقه على كده؟ لا للاسف ما لناش تجربه سابقه، دي اول مره نعمل حاجه زي كده، ان احنا نزرع كاميرات او اجهزه تتبع او اجهزه حساسه على الكائنات البحريه. علشان كده احنا جايبين الدكتورة جوليا سبات الخبيرة الأمريكية. عظيم جدا. السؤال، وما الذي دفعنا ان احنا نعمل كده؟ الفترة اللي فاتت ظهور القروش على الشاطئ زاد وبقى في مناطق متنوعة. فما عندناش دراسات، الدراسات اللي عندنا على القروش دراسات بيولوجية، وكل الآراء المصرية عبارة عن اجتهادات شخصية واستخدام نواتج تجارب الاخرين في الخارج. اوكي. فما عندناش دراسات لمناطق التحرك بتاعه القروش وسلوكيات القروش واساليب التغذيه واساليب التكاثر. قصه حياه القروش تحت السطح احنا مش بنشوفها غير الفتره بتاعه الساعه 6 صباحا اللي بنعمل فيها الغطسات بتاعه القروش، وبيبقى القرش راجع واكل وعايز ينام. احنا كل خبرتنا في القروش الخبره المصريه عندنا تلت ساعه او نص ساعه دي. فوزيره البيئه الدكتوره ياسمين اطلقت التجربه ان احنا نحط اجهزه التتبع والكاميرات على القروش لدراسه سلوكياتها ومعرفه دوره حياتها في البيئه البحريه. عظيم. طيب طبعا انا هيبقى عندي سؤال يبدو ساذج بالنسبه لحضرتك، هو انا معلوماتي صححها لي يعني القرش علشان يتنفس لازم يفضل في حاله حركه دائمه صح؟ مش صح قوي يعني. هو انا عندي ثلاث انواع من التنفس في القروش. انا كنت بسال ده علشان كنت اسال على ازاي بينام بقى طالما طول الوقت محتاج حركه عشان يحصل دفع ميه جوه الفتحات بتاعت الخياشيم فيعيش، بينام ازاي ده؟ ده ليا انا يعني ليه سائل. لو اتكلمنا على الاسماك العظميه، ميكانيكيه التنفس في الاسماك العظميه، الاسماك العظميه عندها غطاء خياشيم، فبتقفل غطاء الخياشيم وتفتح البق فبتخش الميه، تقفل بقها وتفتح غطاء الخياشيم وتطرد على الميه على الخياشيم، يحصل تبادل غازات ما بين الميه والخياشيم. القروش ما عندهاش غطاء خياشيم. بعض الانواع بتحتاج ان هي تتحرك حركه دائمه
علشان الميه زي ما حضرتك بتقول كده تخش من الفم، فتحه الفم وتطلع من الخاشيه. طب هل دي ما بتنامش؟ لا، دي القروش اللي من النوع ده بتنام عندها في الـ في الـ في الـ الجذع الشوكي، عندها جذعين شوكيين، فلما تيجي تنام عندها حاجه زي الطيار الالي او الاوتو بايلوت كده في الطيارات، ان هي او لما تيجي فتره النوم بتاعتها اللي هي النهار عندنا القروش كائنات ليليه فبتنام بالنهار، فلما بتظبط العمق والسرعه واتجاه الحركه بتاعها اللي غالبا بيبقى دائري بتنام، بتشغل الجهاز السباحه الاليه اللي في مخها اللي ربنا مديلها الخاصيه دي، وبتبدا تتحرك في دوائر منتظمه وتنام. ودي بنشوفها في الهامر هيد او قرش المطرقه، لما بننزل له على عمق 45 متر بنلاقيه على 48 بيلف في دوائر حوالين نفسه. ده نوع. في نوع ثاني عنده فتحات تنفسيه فوق على قمه الراس جنب فتحه الانف، بس اسمها السبايركلز. السبايركلز دي او الفتحات التنفسيه وظيفتها ان هي بتقوم بشفط الميه من الخارج ودفعها في اتجاه الخاشيه. فدي مش محتاجه انها تفضل عايمه طول النهار فاتحه بقها. في نوع ثاني عنده عضلات في الخدود بتاعته بالبلدي كده. فبيقوم بعمليه شفط او مص للميه اثناء فتره النوم ويبدا يوجهها ناحيه الخاشي. دول الثلاث طرق اللي بيستخدموا للتنفس للاسماك القرش. ده السؤال بتاعي عشان اضيف لمعلوماتي. يفضل بقى السؤال، اي نوع من القروش اللي احنا زرعنا فيها الكاميرا دي؟ المرحله الاولى هو انت الخطه كانت على ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت دراسه الانواع المسؤوله عن الحجامات واعدادها، واتضح ان احنا عندنا ثلاث انواع مسؤوليه رئيسيه عن الهجمات في الفتره اللي فاتت في مصر عامه، يعني اللي هم التايجر شارك او القرش النمر او الماكو شارك او قرش الزئ، والاوشانيك وايت تيب شارك او القرش المحيطي ذو اطراف الزعانف البيضاء اللي الغطاسين بيطلقوا عليه اللونجوانوس. وكانت الهجمات الملحوظه اللي تم رصد فيها السمكه اتضح ان هي بتبقى انثى، فتم الاتفاق ان يتم التعامل مع الثلاث انواع دول التايجر والماكو والاوشانيك في الاناث اللي طولها بيزيد على او بيوصل ل 3 متر، حيث ان هي المسؤوله على الهجمات اللي حصلت على الشواطئ المصريه. عظيم جدا. الفتره الاخيره. طيب الكاميرات دي احنا هل هي بتبث على طول ولا بتسجل؟ واذا كانت بتسجل انا هقدر احصل على القروش دي تاني ازاي علشان اقدر اخد التفريغ ده واطلع عليه وابحثه؟ الفكره ان الجهاز اللي راكب على القرش بيبقى راكب في الغالب على الزعنفه الظهريه، وبيبقى عباره عن كاميرا فيديو ومقياس للسرعه ومقياس للحراره، وبعض الاحيان بيبقى فيه قياس للعمق. بيبقى ليه فتره تسجيل، بعد استكمال فتره التسجيل الجهاز بينفصل اوتوماتيك عن الزعنفه الظهريه بتاعت سمكه القرش، وبيطفو على سطح الميه وبيبدا يدي بلصات او بيدي نبضات بيستقبلها القرش الصناعي، وبننزل نجيبه في عند الموقع بتاعه على طول، يبقى طافي على وش الميه. إذن نحن في انتظار بقى يعني ما سوف تأتي به هذه الأجهزة وتحليلها فيما بعد ذلك، وبرضو ساعتها نبقى نتصل بحضرتك يا دكتور محمود هنتقل عليك نفهم بقى إيه اللي بيجرى. أشكرك يا دكتور، كل الشكر لك. أنا عايز بس أوجه الشكر لفريق المحميات في البحر الأحمر لأنه بيبذل جهد فوق الرهيب في تركيب الاجهزه دي علشان فعلا نوصل للانتاج ويبقى عندنا خبره ذاتيه في مصر. وضم صوتي لصوتك في هذا الشكر جدا. اشكرك جدا يا دكتور محمود، كل الشكر دكتور محمود معاطي مدرس الاحياء البحريه بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقه.